اليوم أشرفنا على التجارب التقنية لمشروع تليفيريك بقسنطينة. هذا المشروع الذي كان متوقف منذ 2016، واليوم الحمد لله بدينا التجارب التقنية، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن بداية شهر مارس إن شاء الله رايحين كذلك نشرفوا على وضع حيز الخدمة. هذه وسيلة النقل النظيفة والحضارية والتي انتظرها سكان قسنطينة منذ زمن. 2000 باساجي بار سانش، عندكم 48 عربة، عندنا 48 فيكول، شاك فيكول يدي 10، ولا فيتاس كوميرسيال تاعها 6 متر بار سكوند.